كما أفادت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية نفذت إعدامات جماعية بحق مدنيين مناهضين لها في محافظة إبر. وقالت المصادر إن الميليشيا الحوثية ارتكبت العملية عقب مداهمتها قرى في مديرية النادرة ومنها قرى بني فاضل. وبحسب المصادر فإن الميليشيا قامت بخطف 5 مدنيين من قرى بني فاضل. وللحديث أكثر عن هذه الاقتحامات ينضم معنا الناشط الحقوقي أحمد هزاع. سيد هزاع، دعنا في تفاصيل اقتحام الميليشيا لهذه القرى السكنية. صلى الله مساءك وجميع مشاهديك. أخي الكريم، ما حدث اليوم أن ميليشيا الحوثي في فجر اليوم قامت معززة بأطقم عسكرية وبالسلاح المتوسط واقتحمت قرى بني فاضل في النادرة. حاولت اقتحام المنازل ولكن حصلت هناك مواجهة مع بعض الشباب هناك لعدم المصور القانوني أو السبب الحقيقي لاقتحام القرى. ففي ذلك الوقت قام الشباب المقاومة وقتلوا حوالي 4 أشخاص من عناصر الميليشيا الحوثي، وقتل شخص من الشباب هناك يسمى خولان فاضل. وبعد ذلك عززت ميليشيا الحوثي الساعة 11 ظهرا بأطقم مرة أخرى ومعزة بالأربيجي، وتم قصف المنازل بالقذائف وبالمعدلات، وسقط على إثرها بعض الشباب جرحى وانسحبوا من ذلك. وقامت الميليشيا الحوثي باقتحام المنازل وفجروا قنابل داخل المنازل، وكذلك سرقوا كل ما شيء في المنازل من الذهب والأوراق الخاصة والهواتف. وكل ما كان يجدونه أمام طريقهم يتم سرقته من المنازل، وتم الانسحاب وما زالوا حتى اللحظة محاصرين لهذه القرى. نعم، يعني رد فعل المواطنين على مثل هذه الانتهاكات؟ أكيد هناك لا توجد حاضنة شعبية لمثل هذه الميليشيا الحوثية في النادرة، خاصة أن النادرة تقع بجوار الضالع وهناك جبهة قتالية مفتوحة ويخافون من الانتفاضة الشعبية في تلك المناطق. وكما تعلم أن إب هي مخزن كبير للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل الجبهات، ورافد وطني كبير للجمهورية والشرعية في كل المجالات والمواقع. ولذا هي تعمد هذه الميليشيات من خلال تلك الانتهاكات على الانتقام من أبناء إب بشكل خاص وبشكل مستمر. لم تكن هذه الاشتباكات الأولى، هناك تحدث كل فترة وحين يتم محاولة اقتحام المنازل وتركي أبناء إب من أجل تحصل هذه الميليشيات على شيء من تخويف أبناء المناطق الوسطى. نعم، يعني سيد هزاع، يوميا نسمع عن يعني انتهاكات في حق المواطنين ويعني اقتحامات لمنازل في إب، يعني كيف تقرأ مثل هذه التحركات وهذه التصرفات؟ هذه التصرفات سببها عدم فتح جبهة التحرير في المحافظة وانتشار الانتهاكات المستمرة ضد المحافظة. لو كانت هناك مقاومة لكانت الميليشيا الحوثية لن تجرؤ على عمل مثل ذلك، ولكن الآن استطاعوا أن يعملوا ما يشاءون في المحافظات. كذلك نحن نحاول نرصد ما يحدث في محافظة إب في سبتمبر فقط، الآن نحن في تاريخ 23، هناك 21 قتيل في المحافظة، بينهم 11 قتيل ما بينهم البين، كان آخرها 4 أشخاص تم قتلوا في استاد إب الرياضي، وكذلك تم قتل هذا الأشخاص على يد مسلحين الميليشيا الحوثية، وكذلك 5 قضايا جنائية وحالتين انتحار. كذلك يتم بصورة يومية اقتحام المحلات الصرافة والتجارية، محاولين الاعتداء عليهم وعلى أصحابها من أجل أخذ الإتاوات، وكذلك اختلاق الأزمة الأخيرة للمشتقات النفطية للغاز والديزل، ومحاولة لتركيع أبناء المحافظة وبسط قوتها بكل ما تستطيع من قوة. نعم، الناشط الحقوقي أحمد هزاع، كل الشكر لك.